وليمة خاصة لحرف الفاء، وأنا اسمي يبدأ بحرف الفاء. صحيح، فوزية. فوزية فازت باستضافة حرف فاء. هيا 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 هيا
كيف كيف كيف؟ نعم قف. الصقر طير جميل وقوي، هو من الطيور الجارحة. انظروا هذه المخالب القوية، يصطاد بها الطيور والأرانب. له عينان قويتان، يرى بهما المسافات بعيدة، لذلك يدربه الصيادون ويصطحبونه معهم إلى الصيد. هناك جسم طائر غير معروف يقترب منا، يجب أن نتحقق منه. عدوا الأضلاع. 1، 2، 3، 4، 5. إنه خماسي. صح. الذي بدأنا به القصة. نعمان وملسون هما
اللذاني ألف هذه القصة. إذا كانت هذه القصة قد أعجبتكم فاحكوها لأصدقائكم الذين لم يسمعوها. وأنتن حكينا هذه القصة لصديقاتكن اللاتي لم يسمعنها. وشكرا لكل الذين سمعونا ولكل اللاتي سمعننا. شكرا. يا سلام، إنه شيء جميل منكما أن تدعواني لكي أنام الليل في منزلكم الجميل. أهلاً مرحباً يا عداد، أهلاً بك. أهلاً الرحب والسلامة. ولكن يؤسفني أن أخذ سرير بدر. أوه، لا تحمل هم ذلك. لا لا، بدر لا يهتم لذلك. طبعاً لا يهمني، معي بطانيتان وسادة وهذا. أنا أشكرك يا بدر. سأنام هناك على الأريكة في الغرفة الثانية. لا تحمل هم. الأريكة جداً مريحة. نعم مريحة، مريحة جداً. تصبح على خير. تصبح على خير. عليك الصباح. وأنت بخير. أحلام سعيدة. هيا أنا هيا. أنا تعبان ونعسان جدا. أنا متأكد بأني سأنام بسرعة لأني مرهق جدا. حصلت. نوما هانيا. أصبح على خير يا أنيس. وأنت كذلك. ولكن هناك أمر واحد يقلقني. ها؟ ما هو؟ مزاجي. أنا لا أشعر بالنعاس أبدا. هذه ليست مشكلة. أنا أحيانا لا أشعر بالنعاس فينصحني بدر بعد الخراف. تعد الخراف؟ كيف ذلك؟ أعد خرافا؟ نعم الخراف، هذا ما أفعل عندما لا أستطيع النوم. لم أسمع قبل اليوم أن عد الخراف يجلب النوم، ولكن يبدو هذا مسل جدا. نعم بالتأكيد يا عداد، كل ما يجب أن تفعل هو أن تتخيل الخراف وهي تقفز فوق السور، وتبدأ بعد هذه الخراف وهي تقفز، ثم بعد ذلك تشعر بالتعب وتنام. فكرة ممتازة، سأجربها فورا. أشكرك. حسنا، تصبح على خير. تصبح على خير يا أنيس. والآن إذا أردت عد الخراف وهي تقفز من فوق سور، سأحتاج أولاً إلى سور. ها هو سور حلو مناسب. والآن نعد الخراف. هذا واحد، خروف حلو صغير قفز فوق السور. اثنان، خروفان صغيران قفزا فوق السور. ثلاثة خراف قفزت فوق السور. أربعة خراف قفزت فوق السور. خمسة خراف قفزت فوق السور. ستة خراف قفزت فوق السور. رائع. سبعة خراف قفزت فوق السور. ثمانية خراف قفزت فوق السور. تسعة خراف قفزت فوق السور. عشرة خراف قفزت فوق السور. واحد، اثنان. مريحة تماما. نعم بالفعل. نمت نوما هانئا. ترى هل نام عداد نوما هانئا؟ صباح الخير يا بدر. صباح الخير، يوم جميل. صباح الخير يا عداد، تبدو نشيطا هذا الصباح. هل نمت نوما هانئا؟ نوما هانئا؟ لقد قضيت أجمل ليلة في حياتي. يا سلام، هذا حسن. أنا مسرور، يسعدني أنك نمت نوما هانئا. نعم نمت. من نام؟ 43,891. 43,892. أنيس. 43,893. أنيس. 43,894. 43,800. أنيس. خروفا. 43,000. خروفا. 576. ممكن أن أنام عندكم الليلة أيضا؟ على الرحب والسعة. سألت أبي وهو يهدي ثوبا لأمي، كيف يصنعون الثوب يا أبي؟ أصل الثوب خيوط، والخيوط أنواع، منها الطبيعي كخيوط القطن وخيوط الحرير
وخيوط الصوف، ومنها صناعي، يضعون الخيوط في آلة الحياكة فتنسجها وتصبح نسيجا. التي نلبسها. أحسنت. تمرينات الرياضية فحسبك وقعت. تمرينات رياضية؟ نعم يا نعمان، التمرينات الرياضية تنشط الدورة الدموية وتقوي العضلات. هذه الحركات تقوي العضلات؟ حسنا. ماذا تفعل يا نعمان؟ لا أفعل شيئا، إنما وقعت. أهلا، ممكن أن تنتظر دقيقة؟ لا أحب أن أراك تعمل شيئاً عاقبته سيئة. وصلت في الوقت المناسب لترى المعجزة العظيمة التي سأعملها، لكن إذا أردت أن تراها ارجع إلى الوراء قليلاً حتى أقدر أن أعمل المعجزة بسهولة. شكراً، والآن انتبه جيداً. 1 2 3، هذه أكبر معجزة في العالم. انظر، افتح يا سمسم. اختفيت. لا تغضب يا صديقي، سأعود بعد قليل. أنت لا تزال تسمعني لأنني هنا، ولكني سأغير نفسي. إليك المفاجأة، صرت الآن فراشة. وداعا. هيا انظروا وانتبهوا ثم احذروا، هيا انظروا وانتبهوا ثم احذروا. هذه التي ترونها أشياء تعرفونها، من بينها مجموعة فيها شبه وواحد مختلف لا ينتمي لهذه المجموعة. هيا انظروا، هيا احذروا، ما ذلك الشيء الذي لا ينتمي؟ ما ذلك الشيء الذي يختلف؟ إن تحذروا أو تعرفوا ما حالكم، وتلك كل القصة. والآن، أي فتاة تقوم بعمل مختلف؟ صحيح،
الفتاة التي تقوم بتمشيط شعر دميتها هي المختلفة، بينما الفتيات الثلاث الأخريات يمارسن لعبة نط الحبل. إنه خروف، وهذا مزارع. يقص المزارع صوف الخروف، وهذا لا يؤذي الخروف. صوف من عدد كبير من الخرفان يغلفونه، يضعونه في شاحنة فتنطلق بعيدا إلى المصنع. هنا يغسلون الصوف. ويمشطون ثم يغزلون، وتتكون كرة من عدد كبير من الخيوط الرفيعة. تلون الكرات ثم تصبغ. إنها كرات من الصوف. من الغنم نحصل على صوف ناعم أملس. لقد جعلتها كبيرة نوعا ما، أليس كذلك؟ محارب من قبائل السودان بملابسه التقليدية. Thank you.
وهذه ملابس مختلفة لنساء ورجال من القبائل في السودان. ما أجملها، انظر الألوان الحلوة. لكل الأطفال وحلوة، لا تنسى الحلوة. نعم حلوة، وسوف نلعب معا كثيرا، ثم نأكل الحلوة اللذيذة، وبعد التعب من اللعب والشبع من الأكل ننام. نعم ننام يا ملسون، ننام ونحن سعداء. ما أحلى الأحلام، ما أحلى الأحلام بعد الطعام. ملسون عبلة انهضى. هو ماذا؟ من؟ أنا جائع يا عبلة. وأنا جائعة يا ملسون. وسوف تظلان جائعين، فالرزق لا يأتي بالكسل بل بالعمل. هيا أيها الكسولان، هيا إلى السوق، هيا 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 اتبعني يا ملسون، اتبعني. من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج